معكم مرام غنايم من سخنين. الصراحة اليوم أنا جاي أتبرع بدمي لمرضى السرطان. عرفت بالموضوع عن طريق الفيسبوك، عن طريق مجموعة في أمل اللي هن كل الوقت فعالين مع مرضى السرطان وبيعملوا كثير فعاليات تبرع بالدم لمرضى السرطان. أنا من الناس اللي كثير بحب أتبرع، وحتى يا ريت يعني لو كل فترة وفترة يكون الإشي موجود. الصراحة كثير صعب إنه الواحد يطلع برية البلد، بس لما يشوف الإشي بقلب البلد الإشي بيشجع. أنا يعني عن طريق من الصبح أنا بعرف إنه في تبرع. من الصبح قررت إنه بعد دوامي وبعد الشغل بقدر أجي، ولما الإشي هالقد زمين الإشي بيكون كثير كثير مريح. فأنا من الناس اللي بتشجع إنه اطلعوا اتبرعوا. فيش حدا مسيج على حاله، فيش حدا مسكر الباب على حاله، كلياتنا ممكن بيوم من الأيام إحنا نكون بحاجة، واللي بيساعد دايما ربنا بيكون موقف معاه، ودايما ربنا بيبعث له الناس والأشخاص المناح اللي بيقدروا يساعدوه ويعملوا له الخير. بسم الله الرحيم. دكتور صالح عبد الحليم من شعب. أنا من جمعية في أمل ومن جمعية أهدي. ندعي لكل بني آدم بدي يتبرع يعمل هذا الكارت. هذا الكارت الناس فاهمة فكرة غلط عن الكارت. الكارت هو عبارة عن كارت تبرع بالأعضاء، بدك تتبرع لأي بني آدم بحاجة لأي عضو. في بني آدمين كثير بحاجة لأعضاء، إحنا ممكن نساعدهم حتى بعد ما مات. كل بني آدم إنه ممكن يقدم يعطي من قلبه ومن أعضاءه. هذا الكارت عبارة عن كوصية لأي بني آدم، للعيلة نفسها، إنه تبرعوا بالأعضاء تعوني. مش إجباري لكل شخص، مش إجباري إنه أي واحد حامل هذا الكارت، مش إجباري إنه يأخذوا منه الأعضاء حسب موافقة أهله. شغلة يكون عنده حق أولوية لأي عضو يأخذه عن بني آدم مش حامل هذا الكارت. شكرا. صحيح أنا بعرف إنه في لازم يتبرع في إشي مخطط له يعني، بس صرت أنا نفذت من هون وشفت إنه سألت فقالوا لي إنه تبرع لمرضى السرطان، فحسيت إنه واجب علي إني أتبرع. مشان بسيط، عمل إنساني يعني. في رسالة للجمهور يعني أيضاً، رسالة لكل الجمهور اللي بيقدر يساعد ما يقصر، اللي بيعطي ربنا بيعطيه. شغلة بسيطة وكثير مهمة لتشفي بها كثير ناس. أنا كمال صفية من كفر ياسيف، مقيم بعكا، حلاق من سنة 85. قبل 13 سنة الوالدي توفت، وعملت أول مشروع لإلي غرفة بمستشفى نهرية. عندي غرفة لإلي بتواجد فيها يوم بالأسبوع، اللي بقص لمرضى السرطان وبعمل لي مبروكة وكل إشي من غير مقابل. اليوم أنا موجود بمستشفى الناصري بالنمساوي، موجود بأبراج الناصري، موجود برمبام، موجود بكل المؤسسات والعموتات بالبلاد. وإسا انضميت لبشير مع فادية وموجود آسف، موجود كمان بجمعية مريم، موجود بأجودة بمخابرة سرطان. كل واحدة مريضة بتلجأ لي، اسمي موجود بالإنترنت. أي شخص بيعمل كمان صفية بيجوا لعندي من كل جميع البلاد. في توعية عند الناس في هاي القضية؟ بالمدة الأخيرة أكيد، بالمدة الأخيرة أكيد في توعية كتير كبيرة وفي متبرعين كتير كبيرة، بس بتأمل إنه كل إشي يوصل للمكان الصح. عشان هيك أنا عم بحاول أساعد جمعية في أمل عشان نقدر ما نضيع الشعر تبع الناس اللي عندهم ونعمل عليهم. وأي واحد منهم اللي إحنا عملنا بدينا بالمشروع تبعنا، أي واحدة بتحتاج أي شيء رح تتواصل معي وتكون عندي بمحلي بصالوني، وكله من غير مقابل. في لك كلمة توجهها للجمهور العام؟ بتأمل بس إنه ضل نقلب قلبين كبير ويخربوش شعرين عشان بدنا إياه، وبحاجين له كتير. هذا أهم شيء، يحافظوا على شعرين عشان يعطونا إياه نساعد الغير.
قد ايه بتشعر بارتياح عند المرضى في حالة انت بتقدم بأمان وبثقة اكتر من ارتياح؟ بأمان وبثقة اكتر من ارتياح. يعني ربنا موفقني وموفق اولادي الحمد لله رب العالمين. بتشعر انه بنبسط المريض؟ اكيد اكيد. لما المريضة بالاخص هي اهم اشي شعر البنت او المرأة، اهم اشي بالعالم شعر رب العالمين بوقف جنب حلاق لكل الفترة سنة سنتين ثلاثة لانها تشفوا من المرض، اكيد هذا الاشي بيعطيها ثقة وبيعطيها امان وبيعطيها كتير شغلات حلوة اللي ما حداش ينتبه انه في اشي تغير عليها، لانه احنا بالاحرى بنقعد معاها قبل العلاج. يعني ما بتوصل لوضع انه رح تمرق الفترة الصعبة انه يكون شعر، احنا ما نكون صرنا مجهزين قبل. جزاك الله كل خير. آمين. الله يعطيك العافية. امين. شكرا لك. ساعتها هو عم بشتغل طول زيك. اذا احنا انا باخذ الشعرات وانت شعرك بيطلع مش دول زيك. يلا حياتي بدناش نزيد. يزيد غنائم يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعني وجودك اليوم هنا في التبرع في الدم وأيضا بالشعر لمرضى السرطان أمر جدا إنساني وقيمي. تحكي لنا عن وجودك اليوم ومع البنوتة الحلوة هاي اللي هي ابنتك. أول شيء إحنا بنشوف إنه واجب إنه إحنا نقدر نساعد برضو الآخرين، والحمد لله هلا بنتي يعني بس طرحت عليها بقول إنه إذا بتحبي إنك تتبرعي بالشعر للناس اللي ممكن تحتاج له فهي كثير انبسطت وحبت انه تتبرع. فبنتامل انه احنا نقدر نساهم لو شيء بسيط انه نخفف على غيرنا. بنتامل الصحه والعافيه للجميع ان شاء الله. والله يبعد المرض عن الجميع، بس هذا جزء من الواقع تبعنا. بنتامل انه نقدر نساهم ونساعد ولو بالقليل. شكرا لك. بطلي تحكي لي عنك. طيب تحكي لي انه ايش انت عملتي. طيب حبيبه قلبي عشان اسه انت ايش انا فرجيتك على التليفون صوره مين؟ صوره مين بنت شمالها؟ مستحية انت ليه؟ بس انت عملتي كثير اشي حلو اسه حبيبه قلبي. اه هلا ايش انت لمين هاي؟ لمين هاي؟ هاي لك لمين نعطيها؟ انت قولي لا انا بدي انت تقولي لي لمين بدك تعطيها هاي؟ عشان مين؟ عشان مين قصتيها؟ عشان مين؟ عشان اطفال مين هين؟ شاطر عشان وإسا أنت رح ترسم البسمة زي البسمة اللي عندي. أنت رح تبسط كثير البنات اللي عند المرض سرطان وفيش عندهم شعر. بهاي رح عمو يعمل لنا باروكة ونعطيها لمريضة سرطان. شكرا كثير لك إياها البابا. شكرا.